Bonjour mes amis, je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc, أصدقائي, غنكملوا مع بعضياتنا le module ديال marketing stratégique. Donc, on s'en a مع بعضياتنا chapitre 3 choix stratégique. يعني حاليا غندخلوا للاستراتيجي الاستراتيجيات الكبرى اللي كاينين اللي معروفين والاختيار الاستراتيجي ديال لونتربريز على حساب التوجه ديال كل انتربريز وعلى حساب الهدف ديال كل انتربريز. دونك هاد الاستراتيجي كلهم الهدف ديالهم هو الغوشيرش دان لافونتاج كونكيرونسييل، يعني اننا كنقلب على واحد الامتياز التنافسي. دونك غادي نشوفوا مع بعضياتنا لي استراتيجي جينيريك دو بورتور، يعني كاينين دي استراتيجي جينيريك دو بورتور. Donc, opter pour une stratégie revient à choisir une méthode parmi d'autres permettant d'obtenir un avantage concurrentiel dans un DAS donné. Donc, on a une stratégie moyenne. C'est-à-dire qu'on a une stratégie qui fait un métier tenafoussi في واحد الداس معين، يعني في واحد دومين داكتيفيتي استراتيجي. يعني كيكون عندك واحد الداس بغيتي هذاك الداس تكون انت تربح وتكون انت احسن من الاخرين اللي كاينين اللي كينافسوك في هذيك لاكتيفيتي في واحد المارشي معين. دونك خاصك واحد الطريقه، خاصك واحد الاستراتيجيه تمشي عليها، واحد الخطه عمل تمشي عليها اللي كتميزك على الاخرين. دونك بورتور ا ايدونتيفي 3 تيب دو استراتيجي جينيريك او دو باز. دونك بورتر دونك حدد لينا ثلاثه ديال الانواع ديال الاستراتيجيات اساسي. دونك كيتسمى الاستراتيجي جينيريك دو بورتر. دونك اشنو كاين عندنا؟ كاين عندنا دوميناسيون بار لي كو، يعني كتسيطر على 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 السوق بلي كو ديالك، انك كيكونوا عندك تكاليف هابطه. ديفيرونسياسيون، يعني اي كونسونتراسيون دونك او فوكاليزاسيون، يعني يعني كتختلف، يعني كيكون واحد الاختلاف وواحد التركيز، يعني كتختلف وكتركز على واحد الحاجه معينه. دونك هادو لي استراتيجي جينيريك دو بورتو. حنا غادي نشوفوا مع بعضياتنا كل استراتيجي بوحدها. اليوم غادي نشوفوا الاولى فيهم اللي هي دوميناسيون بار لي كو، يعني دوميناسيون بار لي كو. كيفاش انك كتاخذ واحد الموقع متفوق جدا من خلال التكاليف ديالك اللي كتكون هابطه. دونك il fait partie des stratégies offensives et consiste à proposer une offre dont la valeur perçue par le marché est comparable à celle des offres concurrents mais à un prix inférieur. يعني هاد الاستراتيجي ديال دوميناسيون بار لي كو هي من بين هادوك الاستراتيجيات اللي كتكون عنيفه اغريسيف وكتكون كتهجم. يعني انت ماشي باغي تحافظ على المكانه ديالك في السوق، وانما انت كتهجم باش تاخذ حصص جديده من السوق. دونك هي كتعتمد في الاساس انك كتقترح واحد العرض ولا واحد البرودوي ولا واحد السيرفيس اللي القيمه ديالو في السوق بحالها بحال القيمه ديال الاخرين ديال المنافسين. يعني كتجيب واحد البرودوي بحالو بحال ديال البرودوي ديال الناس اللي كاينين في السوق اللي حاطين البرودوي ديالهم. الفرق اللي كاين هو انك انت كتجيب واحد الثمن هابط وطيح. هذه هي دوميناسيون بار لي كو. دونك il s'adresse à une cible large par des produits standardisés. يعني وهي يعني هذوك لي برودوي ولا هذوك لي سيرفيس لاكتيفيتي ديالنا هذاك الداس ديالنا كيتعامل مع دي كليون، مع واحد العدد كبير ديال لي كليون. وهذاك البرودوي كيكون واحد البرودوي ستوندار، يعني كيكون واحد 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 البرودوي كيكون كيخدم بلي نورم ستوندار. دونك ما كي يعني كيلبي جميع الرغبات ديال جميع المتطلبات، يعني كيقدر يخدموا به الدراري الصغار الدراري الكبار، كيقدروا مثلا يخدموا به الرجاله والعيالات، كيقدروا مثلا يعني كيكون واحد البرودوي اللي هو ستاندار
وكيكون كيتعامل مع كاع يعني لي كاتيجوري سوسي بروفيسيونيل، وكيكون يعني الثمن ديالو طايح، وكيقدم نفس داكشي اللي كيقدموا لي برودوي الاخرين اللي كاينين في السوق. دونك لو بوت اي دو ديفينير ليدر دو سيكتور. دونك الهدف ديال هاد الدوميناسيون تاع ليكو هو ان الشركه كتولي باغا انها تكون هي الرائده في واحد القطاع معين. دونك اشنا هما لي كونديسيون دو ريوسيت؟ دونك باش ان هاد الاستراتيجي ديال الدوميناسيون بار لي كو يعني تصدق لك، يعني كاين بعض الشروط باش انها تنجح. دونك افوار اون بون كونيسونس دو كو، يعني خاص تكون عندك واحد المعرفه جيده بالتكاليف ديالك وديال كل حاجه عندك في الشركه. شوازير دي سيغمون استراتيجيك ديورابل كي جينير اون ديموند ستابل، يعني انك كتاخذ واحد دابا منين انت كدير لا سيغمونطاسيون استراتيجيك ديالك ديال لي داس ديالك ديال لي دومين داكتيفيتي استراتيجيك، خاصك تاخذ واحد الداس واحد الدومين داكتيفيتي استراتيجيك اللي لا كرواسونس ديالو ما كتموتش، يعني كيكون دائما كيكون ديورابل ديما في مدة، يعني حيت ان الطلب على هذاك السيرفيس ولا هذاك البرودوي كيكون دائما ومتواصل ودائم التجدد، يعني ديما عندك نتايا لا دوموند على هذاك الداس. دونك انستالي سور سي سيغمون دي غام دو برودوي ريلاتيفمون اتروات. دونك من بعد كتشد هذوك لي داس ولا هذوك لي سيغمون اللي عندك، كتبقى كدير دي غام دو برودوي، يعني دي غام دو برودوي على حساب كل يعني كيكونوا على حساب هذوك لي غام دو برودوي اتروات، يعني كتجيب عندك غام 1 غام 2 غام 3 وكل غام داخل هذاك السيغمون عندها دي تكنولوجي كتصوب بواحد الطريقه معينه، وكتهضر مع واحد الكاتيجوري مثلا سوسيو بروفيسيونيل، ولا كتهضر مثلا مع واحد لاج معين، يعني لي غام دو برودوي ديالك في هذاك السيغمون. علاش؟ باش انك كتهضر مع واحد، باش انك كتلبي الرغبه ديال واحد العدد كبير ديال الناس. حيت قال لك هنايا il s'adresse à une cible large، يعني انك كتزيد لي غام دو برودوي ديالك كيكونوا ريلاتيفمون اتروات، يعني ما كاينش فرق بيناتهم بزاف. دونك ميتريزي لي كو دو برودكسيون، يعني انك تكاليف الانتاج كتحكم فيها مزيان باش الكود دو برودكسيون قد ما كان ناقص قد ما مزيان. دونك هادو كونديسيون دو ريوسيت. هنا قال لك بور ميتريزي لي كو الفو، يعني باش انك انت غادي تتحكم في هذوك التكاليف اشنو خاصك، اشنو خاص باش نتحكموا في التكاليف. دونك بروموفوار اون برودكسيون دو كاليتي، يعني خاصك دير واحد 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 الانتاج اللي كيكون عنده اللي كيكون متسم بالجوده. دونك بروموفوار دي اكسيون كوميرسيال سوتني بور انستالي لو برودوي سور سون كرينو، يعني انك كدير واحد الحركات اللي هي يعني انك كدير حركات يعني تجاريه، يعني اللي كتكون خادم عليهم مزيان باش انك كتحط البرودوي ديالك في هذاك السيغمون ديال المارشي اللي كيكون ديسپونيبل ليه واللي كيكون كيتوالم معاه، يعني كتحط البرودوي في المكان ديالو المناسب. بالتالي كيكون لي زاكسيون كوميرسيال ديالك عندهم واحد الفعاليه كبرى. اسيغي اون بوليتيك دو ريشيرش و ديفلوبمون، يعني ضروري خاصك تضمن واحد السياسه ديال البحث والتطوير باش انك كدير لينوفاسيون وكطلع الكاليتي وكتميز على المنافسين ديالك. برودويغ سيغ اون غروند ايشيل، هاد القضيه راها معروفه، يعني ليكونومي ديشيل، يعني قد ما نتجتي بزاف قد ما نتجتي بكميات كبيره قد ما التكلفه ديال كل واحده منتجه كيكون هابط. اسيغي اون ديستريبيسيون افيكاس، يعني خاصك دير واحد السياسه ديال التوزيع اللي تكون ناجعه وتكون يعني فعاله جدا، بحيث ان هذيك لا ديستريبيسيون ديالك كتكون عندها واحد لوجيستيك معين وعندك واحد الطريقه معينه اللي كتخليك تربح وكتخليك تهبط من التكاليف. دونك غمارك
Donc, on a dit comme la stratégie de domination par les coûts repose sur l'effet d'expérience, dont les principales causes sont l'économie d'échelle, l'effet d'apprentissage et la substitution du capital au travail. Yani, avec la stratégie de domination par les coûts, yani, l'effet d'expérience, yani, donc je fais de l'effet d'expérience, دروس سابقة وشرحناها مزيان وعرفنا شنو هو وكيفاش كيتحسب دونك لي هاد لي في ديكسبيريونس الاسباب ديالو هو هذيك ليكونومي دي شيل يعني قلنا يعني لوغمونطاسيون دي كونتيتي برودويت دونك اونجوندر لا ديمينيسيون دي كو يونيتير دو شاك برودوي دونك كو يونيتير دونك شفنا لي في دابرونتيساج يعني الشركة بمرور العمل ومرور لي زيكزيرسيس ديالها كتبدا كتراكم خبرات وكتراكم يعني مهارات وكتولي عندها تجربه بحيث كيولي كيسهال عليها تنتج بكميات كبيره الى سيبستيتيسيون دو كابيتال او ترافاي يعني كيولي هذاك ما كتبقاش معتمده غير على الكابيتال ديالها كتولي عندها الخدمه ديالها كتجينيرو لها واحد الكابيتال كبير كتولي معتمده على الخبره ديالها وعلى العمل ديالها وعلى المهاره ديالها دونك هاد لا استراتيجي ديال دوميناسيون بار لي كو اشنا هما يعني لي زافونتاج ولي ليميت ديالها ولا لي زانكونفينيون لي زافونتاج ديالها يعني يعني المحاسن ديال هاد الاستراتيجي بيرمي على لونتربريز دو رياليزي دي زيكونومي دي شيل يعني انها كتمكن الشركه باش انها كدير واحد ليكونومي دي شيل يعني كتهبط من التكاليف ديال كل وحده منتجه وكدير واحد ليكونومي دي شيل لونتربريز بينيفيسي دي ريفي ديكسبيريونس يعني لونتربريز ملي كتمشي على هاد على خطى هاد الاستراتيجي ديال دوميناسيون بار لو كو يعني لونتربريز كتراكم واحد الخبره كتراكم واحد التجربه كبيره اللي كتخليها تنتج بسهوله وبكميات كبيره وكتهبط التكاليف وبالتالي كيسهل عليها تخترق واحد السوق من خلال واحد الثمن اللي هو هابط ولكن شنو هما العيوب يعني المساوئ ديال هاد الاستراتيجيه هادي دونك ريسك دو رياكسيون دو لا كونكورونس ايميتاسيون بار لي كونكورون يعني كاين واحد الخطر ديال ان رده الفعل ديال المنافسين غادا تكون حتى هي في نفس الاتجاه وان الاتجاه غادي يقلدوها وغيديروا بحالها هذوك المنافسين ديالها دونك سيت غير انكوراج لا ريشيرش دي مان دوف ا با بري سو كي بوسرا بار لا سويت لي انتربريز على ديلوكاليزاسيون يعني هاد الحرب هادي اللي كتكون ما بين يعني اللي كتكون هذيك كتهجم على هذيك والانتربريز الاخرى كتهجم عليها وشي كيهجم على شي فكيكون عندنا واحد الحرب ديال الاثمنه فكيكون عندنا واحد الحرب ديال لا مان دوف ديال الناس العمال اللي كيكون اللي غنخلصوهم بواحد الثمن طايح وهذا كيؤدي للشركات انها كتحيد بحال مثلا واحد الشركه عندها منافسين ديالها مثلا في فرنسا اللي الثمن ديال لا مان دوف يعني غالي فشنو كدير هذيك الشركه كتجي كتحل واحد الفرع في المغرب لانها عارفه بان اليد العامله في المغرب رخيصه مقارنه باوروبا وكتستافد من واحد الثمن دي سالير اللي هما هابطين وبهذه الطريقه كتكون واحد الحرب وواحد التنافسيه دونك كاين ريسك ديال ان المنافسين حتى هما ما غاديش الا هجمتي عليهم ما غيستسلموش ليك دونك ريسك ديكسي دوفر بارابور على دوموند يعني كاين واحد الخطر ان غادي غتولي لوفر بزاف يعني ملي انت كتهبط الثمن دونك ملي انت كتهبط الثمن مثلا الاخرين كيوليو حتى هما كيديروا لوفر ممكن واحد الخطر ديال ان العرض كيولي اكثر من طلب دونك لانسيفيزونس دو لا دوموند اكسونتيي بار لا بيس دي سالير بروفوك اون نوفيل بيس دو بري اي دونك دي ديفيكولتي فينانسيير بو لونتربريز دونك من هاد الشركات هادو كيهبطوا التكاليف كيعتمدوا على سالير طايح كيعتمدوا على لا مان دوفر اللي هي طايحه دونك لا دوموند يعني ما كتكون
يعني لا دوموند كتكون قليله. علاش؟ لان قلنا لي سالير كيكونوا هابطين، وهذا كيؤدي ايضا على ان الثمن عاوتاني باش يكون ليكيليب خاصو يهبط، وعاوتاني كيكون كتكون مشاكل ماليه بالنسبه للشركه. دونك ريسك دو بروغري تكنيك كي بو انيلي لافونتاج كونكورونسييل. دونك ريسك دو بروغري تكنيك كي بو انيلي لافونتاج كونكورونسييل. كيقدر يكون واحد يعني تطور تقني تكنولوجي، هذاك التطور التقني والتكنولوجي في هذاك السوق يقدر يحيد لنا هذاك لافونتاج كونكورونسييل اللي عندنا. نيجليجونس دو لا ريشيرش اي ديفلوبمون، يعني انك كتجاهل ولا تلقي بالا للبحث والتطوير، وبالتالي كتقدر تكون اي ديباسي الاخرين. نيجليجونس دي انفستيسمون نون رونتابل، يعني هذوك لي انفستيسمون اللي كيكونوا نون رونتابل هي كاين بعض لي انفستيسمون اللي كتشوف حيت هي هذه لا استراتيجي دوميناسيون بار لوكو. الهدف ديالها هو البرودوي كتخرجوا بواحد الكول اللي هو هابط، فهي كتبقى كتحيد، يعني كتحاول انها تهبط الثمن. تقدر ما تلعبش على البحث والتطوير، تقدر ما تلعبش حيت البحث والتطوير كيطلب منا فلوس، تقدر ما تلعبش على لا تكنولوجي وبالتالي ما كتخسرش الفلوس، تقدر ما تلعبش حتى على ليماج ديالها باش ما تخسرش الفلوس باش يكون الثمن هابط. فهي الهدف ديالها هو انها دوميني المارشي بليكو، وبالتالي كتنيجليجي دي انفستيسمون اللي كتشوفهم هي نون رونطابل. وهاد المساله هذه تقدر تكون يعني مشكل على المدى البعيد. المهم هذه بعض لي ليميت اللي قالوها لنا على هاد الدوميناسيون بار لي كو. دابا غنشوفوا اكزامبل ديال لافارج سيمون، يعني غنشوفوا اكزامبل ديال واحد الشركه لافارج سيمون معروفه، يعني هي شركه هاد لافارج كاين عندنا كاين هولسيم شركه سويسريه، وكاين لافار شركه فرنسيه. هادو راهم عمالقه السيما، كنقولوا لا حنا السيما بالدارجه، يعني هذاك الاسمنت. يعني غنشوفوا لافار سيما دونك رونفورسمون دو لا بوزيسيون سور لو مارشي، يعني كتقوي المكانه ديالك داخل السوق. دونك دي انفستيسمون بروديكتيف، يعني دي انفستيسمون بروديكتيف، يعني لا فارش سيمون كتزيد كتقوي المكانه ديالها في السوق. دي انفستيسمون بروديكتيف يعني كدير بعض الاستثمارات اللي هي منتجه تيري فيغ لو هو لا كاباسيتي دي زونيتي ا ريدوير لي كو فيكس. دونك لا فارش يعني كتطلع من الكفاءات ديالها بحيث انها كتهبط من هذوك المصاريف الثابته. لا فارش سيمو اي اسي بيان اوتيي بور اكومباني لا كرواسونس سوتني دو سيكتور بي تي بي. دونك بي تي بي يعني باتيمون اي ترافو بيبليك، يعني البناء يعني العمارات والمنازل والاشغال العموميه. دونك هادو يعني تقول لك لافارج يعني هي عندها جميع الوسائل باش انها تواكب التطور ديال هذاك القطاع ديال الاشغال العموميه. دونك دي كو دي فرانش سيرون انسي اسوري بار لوتي اندستريال. دونك قال لك هنايا يعني قالك دي كو دي فرانش سيرون انسي اسوري بار لوتي اندستريال. دونك مجموعه من التطورات اللي غادا توقع يعني من طرف هذاك يعني الوسائل الصناعيه ديال لافارج افيك لو شونجمون اكطويلمون اون كور دو ريفرويديسمون دي فور ان دي مكناس. يعني كاين واحد التغير ديال واحد الفرن في مكناس اللي غايتي اون ديزان داني انتيرمون مي ا نيفو et qui est maîtrisé avec une grande efficacité par ses équipes. Donc, le thème de termin dialo, le thème, yani, j'ai le fait halal jida, ou les qui thème de حكم فيه بواحد الفعالية كبرى من طرف الناس اللي خدامين على هذاك الفوخ.
Donc, comme l'ont montré les performances en 2017. Yani, comme l'ont montré يعني نتائج الاداء ديال 2007 دونك هذا مثال ديال لافارج هذا مثال ديال لافارج دونك افيك اون غروند افيكاسيتي بار سيز ايكيب يعني لي زيكيب الناس اللي خدامين على هذاك البروجي ديال المكناس يعني كما بينات يعني النتائج ديال 2007 دونك لو سيمونتي هو شركه نتسمعوا في شي نتسمعوا في شي فشي امتحان ولا فشي يعني كونترول ولا هادي تسمعوا سيمونتي عرفوا بانها شركه خدامه في القطاع ديال الاسمنت لو سيمونتي كونت اوسي بورسويفر لا بيس دي كو اندستريال غراس على كونكلوزيون دي بروجي مينتونس انجاجي على لونتون 2006 يعني قالك الشركه ديال الاسمنت يعني لافارج يعني كتنوي انها تكمل في طريق انها كتهبط المصارف ديال هذا الصناعه ديكو يعني بفضل انها غتكمل واحد البروجي العقد ديال واحد البروجي ديال الاصلاح ديال الترميم اللي التزمت به في خريف 2006 يعني كيف كتشوفوا هنا ملي كيكون عندكم الامتحان وكتشوفوا لا بيس ديكو اندستريال كتعرفوا بانكم راكم كتهضروا على لا استراتيجي دو دوميناسيون بار ليكو يعني ممكن انكم تكونوا كتهضروا على هاد لا استراتيجي هادي يعني دائما ملي تكون قدامي ورقه الامتحان ديما نكون انايا راد البال لهذوك لي موكلي ملي نسمع مثلا بيس دي كو اندستريال دونك او دوبلمون دو طو دي كوميستيبل دو سبستيتيسيون ا سيلوي دو بارك ايليان دو تيتوان دونك انها شنو كدير يعني كتضاعف من هذاك من هذوك المصادر الطاقه البديله من مصادر الطاقه البديله دونك عوض ما تخدم بالطاقه يعني ديال الفحم ولا الطاقه ديال المازوط ولا هادي كتستعمل دي زيوليان دو تيتوان يعني لي زيوليان هما هذوك المطاحن الكبيره هذوك المراوح الكبار اللي كيخدموا بطاقه الريح اللي كيخدموا بالطاقه الريحيه اللي كتجينيري بهم الطاقه بالتالي غدا تضاعف من الطاقه ديالها بطبيعه الحال يعني وكتزيد من الكفاءه ديالها على مستوى يعني على مدى بعيد جدا يعني كيكون داكشي ديغابل حيت الطاقه المتجدده كتكون ديغابل اسولا ساجوت لي انفستيسمون اون كور ا طونجي اي تيتوان بور دوبلي لا كاباسيتي دو سي زوزين qui seront opérationnels. يعني كنزيدوا ايضا الاستثمارات اللي كاينه حاليا في طنجه وتطوان باش انها كتضاعف من القدره ديالها وديال المعامل ديالها اللي غادي يكونوا يعني خدامين وسامارش في 2008 و 2009 يعني باش انها باغا تطلع لا برودكسيون بار دونك بار لونتريميز دون ديمارش كونستانت يعني كدير واحد الطريقه اللي هي يعني مستدامه ومستمره جدا فيزون ا ريدوير لي كو فيكس اي لي فري جينيرو يعني كيف كتشوفوا هنايا يعني الهدف ديال هذه الاستراتيجيه اللي غتكون ثابته الهدف ديالها هو انها تهبط من المصاريف الثابته وهذوك المصاريف العامه لي فري جينيرو يعني المصاريف العامه اللي عندها علاقه بلا ديستريبيسيون بكوميرسياليزاسيون بلا ادمنستراسيون هي باغا تهبط كاع هذيك المصاريف العامه دونك هنا كل شيء كيف كنشوفوا هنايا باغا تطلع لا برودكسيون باغا 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 تزيد تطلع باغا تطلع من باغا دير يعني مصادر طاقه جداد اللي غيطراو على رخاص على المستوى البعيد باغا تزيد لي زوزين باش تطلع لا برودكسيون وباغا تهبط لي كو وباغا تهبط لي فري جينيرو يعني هذا يعني هذا كيبين ان غاده في الاتجاه ديال الدوميناسيون بار ليكو دونك لي زاكرواسمون دو كاباسيتي سيرون اكومباني بار دي انفستيسمون ديستيني ا اميليوري لي سيرفيس و ا الارجير لا غام دي برودوي كيف كتشوفوا هنايا يعني قالت لي زاكرواسمون ديال يعني ان الفكره ديال انها غتطلع من الانتاج ديالها وغادا تطلع من القدرات ديالها الانتاجيه هذا غيكون مرافق بانها غادا دير استثمارات
يعني بحيث انها غادا تحسن لي برودوي ديالها ولي سيرفيس ديالها باش تطلع من لا غام دي برودوي ديالها، بحيث انها غتولي كتادريسها لواحد لارج بيبليك، وبحيث انها غتولي كتخرج برودوي السوق بواحد الثمن هابط اللي دار جوده عاليه. وهذه كلها مؤشرات على انها من استراتيجي دوميناسيون دونك بار ليكو. دونك ملي تكون عندكم شي امتحان كتشوفوا واش كاينه ليكونومي دي شيل، يعني لونتربريز باغا تنتج بزاف يعني باش تستافد من الكوينيتير، واش كاين دي انفستيسمون اللي كيخليونا اننا نجيبوا واحد الطاقه بديله الثمن طيح، بالتالي كنهبطوا الكو دو برودكسيون. واش كاين دي انفستيسمون الهدف ديالهم اننا نهبطوا لي كو فيكس ولي فري جينيرو، دونك نهبطوا. واش كاينين دي انفستيسمون الهدف ديالهم اننا نوسعوا لا غام دو برودوي باش يكون عندنا واحد لارج بيبليك، باش يكون عندنا واحد الحصه كبيره من السوق. دونك الا شتي ان لونتربريز باغا تهبط الكو دو برودكسيون، باغا تهبط لي فري جينيرو، باغا تهبط لو كو دو شارج فيكس، باغا تزيد من لا كوفيرتير جيوغرافيك وتزيد من لا غام دو برودوي ديالها، كتفهم بان لونتربريز راها غادا في اطار لا استراتيجي دو دوميناسيون بار ليكو. دونك فوالا كانت هذه اليوم لا استراتيجي دو دوميناسيون بار ليكو في اطار لي استراتيجي جينيريك دو بورتور. في فيديو قادم ان شاء الله غنشوفو استراتيجي دو ديفيرونسياسيون. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا، الى عجبكم ديروا جيم تابوناو على الشين باش تستقبلوا المزيد من دروس الماركتينغ استراتيجي، وبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش كلشي يستافد ان شاء الله. انا كنضرب لكم موعد الى فيديو قادم ان شاء الله مع لا استراتيجي دو ديفيرونسياسيون.